مد بابات او سنكستا مركي شن سنة اما لصدح سنة بسوا كبتان لبابي اناي فلسطين عمل نقنين محانا قهر اي دل كينا والله و بالله و طلا وانا لبابي انا سيد فلسطين كيا لربعين لقاتي انت عندك اسكو جوغنا قبيل ريبل والا باباش ريبل سانواي ريبل سانواي حس الشيخ فرماجة كما فيعنا فرماجة انا حسن كما فيعنا فرماجة واني سوامالي حسن واني سوامالي وان وحلو اروريو اني قفكو وغورا يانكو تربيشن كديبا يان احي diyaaran la ahay dadkan masaakiinta oo baabay oo Soomaaliyeed Mama Khadija Gurxan oo ah haaskii Allaha u naxariistay General Mohamed Farax Aidid oo hooyadeed dalka Uganda kula hadashay telefishinka Somali Cable ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii naflacaariga ahaa ee ka dhacay Soobe 29kii bisha October iyadoona wax laga xumaado ku tilmaantay xaaladda uu dalka Soomaaliya ku sugan yahay haatan إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن هل كان تحسيتي راي لو قدر هيا دتك جلع جرير لها إيه صوماليات إيه ولا لها إيه أو دتك إيه أو كردين تي هل كاس يهلدي إيه كجير يودين إلهي سمري إيمانا كسي يهلدي كجير يودين أيغانا جنة فردوس الله كورابي وشهيديني انت داوعانا الهي هبوكسيو انت داوعانا الهي هبوكسيو الهي هبوكسيو مدحوينها نوحان قعد سنينا ماشان هدي حتى انتقادير لوكين داوئي قلب يعني او كفلن ماله انو دادك او قلادو او دادك وحي لقادي كرا لقادو وحي اللي تلقادو وحي كلنا او ماركتي او ان داوع فضودنا ودن كلو داوئي وحي داوع علوسنا لقادو إلهي سبحانه وتعالى وحن كبر يا ياكو دبات داس دتكاس مساكين تا وجيستنا إنه إلهي كجاسيو عدي وجيستي دتكاس مساكين تا أو صغير رضله أو هو يوين كله أو ضياش له أو وايل لذله أو دولة دتك كجري أو دولة أهان أو معرفتي أو دتك دولة وشقين هي أو دتك هو أديج هي له دتك بيع مشترك هاله مرك إلهي سبحانه وتعالى وحان كبري دتك أوجيستي دبات داس دوفان إسنامي إنه إلهي أكان كواس أو إلهي سبحانه وتعالى فريسون وكقبته ومرك اللباد أي ماشاس تاجر تاجر جرين عيان وبياب وحاب النقنبة فلسطين تي عيان مرك سوق بعدها ديار ده اللي قد قيناي مرك ماشي كبعدها حمر مقدش ماشي كبعدها وحالي رهل الدمي ودقالها اللي قد مي ودتك على بابي ومدان مبابا هيان وحان ديه لها كوان دقر قبياشا اما ماركتي دادك ماركتي اسو ديب هاي وح دادك سوماليا دو كله كله قف سوماليا كيني مكينين قف اجنبي كوما ايمان قف سوماليا كيني الهي وحان كبري ايمان كينو الهي قليه لعكت اي دادك سكوقاتين ايجا الهي انو كنسر كراعيو لعكت اي دادك سكوقاتين مساكين تا إلهي كصبحي سبتو المسقيره أورد كود دنتو ماش كود دنتي هو يوينا دنتي ضد بدن دنتي كمان كنا دمتي بقولالنا وداوة مرك الدل كينا إنه ما مقنع إنه ما قلنا الصومالية إسكو تشتا ما مقدي جور حنا يا جنا عصت هذا الصومالية ده دل كيوغاندا يسافر هذا الصومالية كم بالا وقول بقديين يقول مدق دقة لجيران ضد كي كوه حيلو بيد بات هذا كده عضي الصومالية يدل جو حسوستم ما مذا ويستعيد التبرعات اي سوماليه ده كونو اليوغاندا جارسيان لباتوين كاكادا عا سوماليا وحان كلو ميشان كشيغا يا دكرر يوغاندا هدي بسنسيهين هاوين رك امباسيغ لفتغودا واني استاغان وان وحلو اروريو انيغا قفكو وغوريان كتربيشن كديبا يان احي ديارانا لا احي دات كان مساكين تا او بابا اي او سوماليات ولا ليالو هدان رير يوغاندا نحي هلو اروريا لعك نمك كمبنية دله نمك شدالة دله قبلها دكان دله وحنا عند قعد سنة هي مانتي إم بسيجو موبلايس وينو سمايا أنا وحنا سمين كران سمينا دتك وأوقع الدامنا وأتجه هي بليس أن بليس وحنا إذا كربنا إن لو استاج دتك مساكين تاع شلبا وهو استاجي مر أبار كدعه وهو ذي استاجني سيد أحمد مركو صفير كأنت كأها أنا أقول رقفك كتربيشن كديبي كانت أيدي هذا شن بقول عن ديبة كتربيشنها بقول كوني قارتي وحكا قيب قلي إن الشيء عبد ولي وحكا قيب قلي عمر مديلا وحكا قيب قلي من حرسي
waxa ka qayb galay een kulli dadka Soomaaliyeed oo dhan wallahi naaga daabkooda dhiib waagaas abaar ka dhacay bay dhabeyn ahaayeen marka waxa weey walaalayaalo malihin qabiil maanto kale dad walaalahanahay Soomaali waa isjeceshahay waa isku gurmataa dhibaatadan oo kale gobol kasta ay ku dhacdo waa in loo gurmadaa marka waa in maanta la isku gurmadaa ee maantay qof walba guntigiisa wuxuu heli karo wuxuu heli karo contribution u dhiiba oo dadkaas masaakiinta ah isbitaalada yaala hadii dhiig loogu gadaayo hadii daawo loogu gadaayo hadii reerihii kuwii reeruhu ka dhinteen agoomihii wax la siinayo waa inaan isku gurmanaa ugu dambeyntii maama Qadiijo Gurxan ayaa ummadda Soomaaliyeed ugu baaqday inay isku duubnaadaan la isuna gurmado waqtiyadan adag Soomaalida kaloo international adduunka jirtana haddii Ameerika jiraan haddii Yurub jiraan haddii Australia jiraan waxaan ka codsanaynaa fadlan dadkaas waxa ku soo tari kartaan ku soo tar walaalayaalo Soomaali waa ogahay waa dad wanaagsan waa dad dun fiican waa dad wax quura waa dad maaragtay isku naxariista markay dhib timaado Ilaahay ha idin naxariista isku naxariista isku naxariista madaxweynayaasha gobolladana waxaan leeyahay madaxweynayaal gobolleedka waxaan leeyahay please and please idinkana waxa contribution u soo aruri kartiin dadkaas masaakiinta u soo aruriye wallahi ina cidna idin maqneen hadiina idinku idin ku naxariisan cidna idin maqan male ilaahi mooye cid idin maqan male waxba ma aragtayna waxayna siin karaan dadka oo saaxiibada caalamigu hana siyaan laakin idinka number 1 around the world iskaga soo aruriye lacay u soo dira dadkaas idinkana ilaahi xaqiisa keelaysiin ilaahi khair ha ina si Soomaal meel joogtaba xornimaa in ku aan maartay ilaahi uga baryahay iyo sharaf iyo karaamadooda inuu ilaahi soo celiyo oo adduunkan maanta nagu qoslaayeen baryaan anaga wadankeena waa qani qof walba u soo malabsanaa dhruu kasta u soo malabsanaa wadankeena waa qani shidaal aan haysana livestock aan haysana waxaan haysana beero waxaan haysana fishing marka ilaahi aqlihano aqliga allah noo celiyo aan jeclaano qabiilka iska deyno war aan ogaano meesha nala ka jiro isma ogine jaakadaan wada haysana taayaan noo xiran maba ogin badalkeena iyo dalkeena xadaw ku soo socda ilaahay ka baqa oo rasuulkiisa ka baqa dalkeena dhruu kasta uu soo malabsanaayo barkii anagi waxaan noqonay nin chinese safiirka china soomaaliya fadhiya mar wuxuu yiri in soomaaliya waa dameer malab kor saaran yahay oo malabkana dushiisu saaran yahay ayaguna waa dameer waa run ma ogin nimcada aan haysana kulli nimca laha fidna wadaadadi waa daaleen sayidin wacdinaayeen laba dhagood ma qabtiin kutubaa la marahayaa kutubkiiba dadka maraa u maleeyay kutubay marayaan waxbay xadaayaan waxbay kala qiyaanayaan marka waxa weeye een nimanka gabyahay gabaygu waa ku daaleen oo sayidin wacdinaayeen wadaadadi wacdi waa ka daaleen wax maqlaayeen male marka ilaahay ka baqa ani waa iska aamusnaan jiray laakiin hadda maantay waxa ay soo diir kiciye ummadaas masaakiinta oo jilci jiray laha ummada baabacday ummada baabacday ummada baabacda oo sano kasta markay 5 sano ama 3 sano soo kabtaan la baabiinaayo falastiin aan noqonay maxaa naga haraay dalkeena wallahi oo billahi oo tolaa wana la baabiina sida falastiin geeya la rabaa in la qaato inta anagu isku joogna qabiil reebel waa la baabash reebel san waa reebel san waa wallahi ciday kala jecliin inaysan jirin ee hana la soo barye adduunku hanoo soo anaga hanoo soo tuugaane walaalayaalo shidaalkana soo baxsada oo qeyraadkiina soo baxsada oo walaalooba oo heshiya oo qalbiga isku fura oo isku duceeya oo qabiilkan oo tii internet ee baalkii oo internetka iska caynaysan joojiya social media ayda ah joojiya qabiilka ah xasan sheekh farmaajo kama fiicna farmaajana xasan kama fiicna farmaajo waa nin Soomaali xasan waa nin Soomaali waan madaxweynayaasha ka horreeyay waan madaxweynayaal Soomaali sharaf ee naga mudan yihiin farmaajo sharaf uu naga mudan yahay xasiiq sharaf uu naga mudan yahay walaalayaal oo macaan oo sheekh sharif sharaf uu naga mudan yahay Cabdi Qaasim ka horeeyay Siyaad Barre Allah u naxariisto een kuwi ka sii horeeyay walaalayaalo qabiilka inta la iska daayo dalkeenii dadkeenii ku dhumay waana la kala qaybshay divide and rule aan la ku wada hadda iska daayo waxaan dalkeena aan u soo jeesano Shafiic Usmaan Cali Somali Cable TV Kampala.